كلام طبعا لم يكن موجودا في زماننا الأول. فعشان كده نقول مثلا أن المسلم الهندي أقرب إلي برغم تباعد الديار اللي هي الذي جمع بيننا هو الإسلام. فأنا عايز بس أنبه على قصة التراب والقصة اللي ماشية دي اللي هي تكون داعية إلى القومية قومية ضيقة, بحيث أنه كان واحد من هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين كان يقول والله على جثتي لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني المصري. وقال هذا الكلام وكان هذا شعارا يرفعه. يعني لو إنسان بوذي يسكن في مصر وجاري بهذا الاعتبار أقرب إلي من المسلم الذي يسكن في آخر بلاد الدنيا. وطبعا هذا كلام لا يستقيم يعني. نعم, يعني يا شيخنا لو نطوف حول مسألة استقبال العام الهجري الجديد وما قد يحدث فيه من أخطاء يظنها الناس أفعال خير, مثل التهنئة وتبادل التهنئة وأن صفحة العام تنتهي أيها العبد إلى من عبارات تتداول على بعض الرسائل القصيرة, أو احتفالا بقدوم العام الهجري وبعض الأخطاء التي يعني نسمع عنها. والله مسألة الاحتفالات دي مسألة محدثة كلها, كل الاحتفالات مثل اللي هي العام الهجري الجديد بالإسراء والمعراج بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء, كل دي من المحدثات بدع المحدثات. لم يكن هذا معروفا في زمان الصحابة. إذا كان العيد واسمه عيد فيه نوع من التكريم أو التعظيم, فنحن بهذا نتهم أسلافنا جميعا أنهم قصروا في مثل هذا. فلو كان دينا لسبقونا إليه. فهو العيد فعلا إذا أراد أن نسميه عيدا أن يمر عليك يوما ولم تعص الله فيه, هو ده الذي ينبغي أن يسمى عيدا إذا سميناه بالإصطلاح يعني. ليه؟ لأن فيه نجاة من النار وفيه نجاة من سخط الله سبحانه وتعالى. وزيك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الهجرة قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه, هو ده المهاجر. فإذا كان هذا هو رسم المهاجر فلازلنا في هجرة بعدد الأنفاس وليس هجرة يومية, هجرة بعدد الأنفاس, لأن الإنسان كل بني آدم خطاء وكل إنسان منا يخطئ, وليس الخطأ المقصود منه أن يقارف المرء محرما, بل الإخلال بالذكر مثلا ما هو خطأ. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم, ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها من القيامة. طبعا يندم على إيه؟ لن يندم بطبيعة الحال على شيء من المعروف فعله, إنما يندم على تقصير كان ينبغي أن يصل إلى درجة معينة قلت يعني قل عن هذه الدرجة بسبب أنه غفل عن ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله عند الترمذي وغيره, من قال سبحان الله وحمده غرست له نخلة في الجنة. فأنا النهاردة لساني عاطل لي يعني, ما أنا برضو مش لسان, وأنا لا أزعم أنني يعني مبرأ من هذا أيضا. لكن كلنا هذا الرجل يغفل الإنسان كثيرا في خلوته حتى وفاضي, ليس عنده عمل وليس عنده حتى تفكير يشغل ذهنه, حتى يعني كما كان ابن عقيل يقول وإني لا أستطرح وفي حال استطراحتي أعمل فكري فلا يقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. دول كان دماغهم شغال على طول يعني, زينام ما كانش بينام كده يحلم, إنما كان بينام يفكر في مسألة جزئية, في مسألة أصولية, في فك اشتباك ظاهر أو تعارض ظاهر ما بين آية ما بين حديث ما بين حديث وحديث آية وآية والكلام ده, فلا يكاد يقوم من هذه الاستطراحة أو الراحة إلا وقد خطر له ما يسطره. في حتى في الأوقات اللي ما فيش الإنسان فيها عمل يقول سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده, أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم مثلا, أو يكثر أن يقول رب اغفر لي وتوب علي أنك أنت التواب الرحيم طول ما هو قاعد في خلواته يقول هذا. الواجب زي الصلاة مثلا فرض يعني ركن, إذا قصر فيها خد مثلا نسبة, هنفترض يعني خد نسبة 5/10 في الصلاة. طب والخمسة الرايتين راح فين؟ ما هو لم يأتي بالواجب على وجهه, فده يعتبر بمثابة الذنب.
يعني ليس الذنب كما صار بعض الناس أن تصمد إلى الذنب وتذهب إليه وأن تفعله وتفعل شيء أنت نهيت عنه، بل التقصير في الواجب أيضا خسارة حسنات، خسارة حسنات تساوي كأنه فعل ذنبا، إثم يعني الترك زي إثم الفعل بالضبط، يعني مش عايز أقول يعني فيها نوع من مش لازم يكونوا زي بعض يعني. فهو التهنئة بالعام الجديد أو يقول له مثلا إن خلاص انقضى عام جديد وانقضى ابدأ بقى صفحة جديدة والكلام ده، هو كل ده كلام ممكن يبقى مقبول، لكن أنا لا أدشن تدشينا وقلت تعالى يلا عشان نحتفل بالعام الجديد. يعني يجي الناس ليلة واحد محرم يقولوا البعض سامحني مع بداية العام الهجري الجديد عشان أبدأ سنة بيضة، يعني الحرص على الاستسماح الآخرين. لا، هذا شيء ينبغي أن يكون دائما. الإنسان ما من سن منا إلا لا يخلو من ذنب سواء كان عمدا أو خطأ، فكل ما الإنسان يلقى إخوانه يتحلل منهم إن استطاع أن يتحلل يعني. لكن لا أحدده مثلا بيوم معين أو الكلام ده، وما نخليش الكلام بتاعنا موسمي. ما يخليش كلامنا موسمي، يعني وأنا أتكلم مثلا عن العام الهجري الجديد ممكن أنا أدخله في وسط المحاور، محاور مثلا خطاب تجديد الخطاب الديني. وحتى ممكن بهذه المناسبة أعلم الناس الخطباء مثلا أو الكلام دوت إزاي تناول مش تقليدي. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة ودخل في الغار وبضت الحمامتان والعنكبوت والبتاع، وقصة العنكبوت والحمامتين والكلام ده هذا ضعيف لا تصح يعني. أو مثلا ذهب إلى الطائف وقال الدعاء المشهور اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت ربي يا رب المستضعفين، دعاء جميل جدا يعني الحقيقة كلماته تذوب رقة عذوبة، لكن بكل الأسف لا يصح من جهة الإسناد يعني. طيب شيخنا الكريم تسمح لي أتلقى اتصالا ثم نعود إلى محاورنا. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. أيوة السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضلي مدام حنان أنت على الهواء. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في مجلسكم. اللهم حي الله شيخ أبي إسحاق. الله يحفظه. فهو إمامنا وحضرتنا. بارك الله فيك. كلمة حق يا شيخنا أرجو ألا تردها علي، فمن ورائها قصد عظيم أخاطب بها كل محروم من نعمة الإسلام. والله يا شيخنا إن من بيننا ملايين يودون لو افتدوا الشيخ أبي إسحاق بأرواحهم، بل ربما عشرات الملايين، لا أقولها لشخصك ولكن ليعلم الناس كيف نحب رسول الله، فنحن نستدي حارس حراس سنة الحديث بأنفسنا محبة له صلى الله عليه وسلم.